بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة وصحة رمضانكم. ما زلنا مع حلويات العيد. اليوم درت لكم صابلي الوردة اللي يجي بزاف هشيش وخفيف وشكل رائع ويجذب ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كاع تفاصيل تحضير هذا الصابلي الرائع. ما تنسونيش إخواني أخواتي بلجام لا فيديو وأبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. دوك نعطيكم مقادير تاع هذا الصابلي. عندي هنا 250 غرام مارغرين، نحتاج خمارة واحدة، كاس سكر ناعم، عندي هنا حبة بيض كاملة وثلاثة صفار، نحتاج مبشور حبة ليمون والفارينة باش نلمو العجينة تاعنا. دوك نبداو على بركة الله. بسم الله. راح ندير المارغرين هي الاولى مع السكر مع الكاس السكر، كاس السكر ناعم طبعا. نخدم المارغرين. بسم الله. نخدم المارغرين مع السكر حتى تذوب لي المارغرين باش نزيد البيض. عندك دوك المارغرين راهي طريه، بما انه راني نحيتها من فريجيدر على بكري جينا سهله في الخدمه. نزيد البيض، قلت ثلاثه صفار وحبه بيض كامله مع مبشور حبه ليمون. نكمل نخدم البيض مع المارغرين. اللي تحب ثاني تخدم بالباتور كيف كيف تخدم بالباتور. انا كي تكون هكذا المارغرين طريات سهلة الخدمة، نخدم بيدي احسن، نحب نخدم هكذا بيدي. هكذا حتى يندمج البيض مع المارغرين، يعني بطريقة سهلة وبسيطة هكذا. دوك نبدا نضيف في الفارينة. بسم الله. الفارينة نديرو حتى تسلم العجينة تاعنا، وما نديروهاش يابسة، نديروها دايما. نقول لكم ونعاود صابلي ما لازمش تجي العجينة تاعو يابسة هكذا، باش يعطينا كي تكون العجينة طرية تعطينا نتيجة مليحة. عطينا صابلي نتيجة تاع صابلي يجي هشيش ويجي خفيف ما شاء الله، خصوصا في هذا الصابلي نحتاج عجينة تكون طرية مع الزبدة وصفار البيض، صدقوني يعطونا نتيجة هايلة. هكذا نلم برك في الفارينة ما نعجنش فيها. هكذا نضيف الفارينة غير بشوية حتى نشوف العجينة تاعي هكذا مازالها شوية طرية، نزيد لها شوية. داي ليك دوك العجينة اللي تحصلت عليها هاديك هكذا باش تبان لكم، لازم هكذا تكون طرية هاديك ضروري في هذه الوصفة. العجينة نخلوها شوية طرية ما نيبسوهاش، انا نخليها تريح شوية بعد نولي بالكم باش نكملوا الوصفة كيف كيف. عليك ذوك العجينة تاعي راهي ريحت، راني نفتح فيها والباقي دايما نديرو في بابي فيلم باش ما العجينة تبقى لنا طرية. خليت العجينة بهذا السمك كما راكم تشوفوا، ها هو ديك
عندي هذا الطابع تاع الوردة اللي رايحة نطبع بيها الحلوى تاعي، دايما هكذا نديره في الفارينة باش نضمن الحبة ما تلصقش، هكا تنحلنا بالخف. هكذا دايما كي نديرو بالساشي تسهل لنا الخدمة، يسهل لنا الخدمة كي نديرو بالساشي. هاوليك الحبات تنحى فاسيلمون، ندير في السنيبة هاوليك. انا نكمل بهذه الطريقة كي نعمر السنيبة، نديرها تطيب، نشعللها من التحت باش تطيب، من بعد كي تطيب لي من التحت نحمرها غير شوية من الفوق، نعاود نولي ليكم فيما بعد. نعم ليك دوك الصابلي تاعي بعد ما طاب، يعني حمرته شوية، شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله. دوك رايحة نلصقو زوج زوج، بسم الله. عندي هنا مربى المشمش وعندي الكاوكاو، هكذا دوك نلصق الصابلي كامل زوج زوج هكذا، ما ويلا خرج لنا منا معليش، عطاش راح نطليه كامل من الاطراف وندير له الكاوكاو هكذا بنفس الطريقة. هكذا نزود حبها، دوك بعد ما نلصق كامل الصابلي بهذه الطريقة ناخذ نحكم بانسو هكذا ساير داير كاع على الحبة هكذا، ساير داير على الحبة ونرمدوها في الكوكب، الكوكب اللي يكون طبعا محمص وملحي هكذا بهذا الشكل. نعود معاكم حبة هكذا، نطلي الصابلي ساير داير بالمربى هكذا، هكذا ونرمدو في الكوكب. ضروري يكون الكوكب محمص باش يعطينا بنة مليحة للصابلي تاعنا. هاوليك دوك انا نكمل كامل بهذه الطريقه، من بعد نولي لكم باش نديروا له التزيين الاخير، عطاش مازال هاي راح ندير له كلاصاج تاع الشوكولا. كي نكمل كامل نعاود نولي لكم باش نكملوا التزيين تاعها كيف كيف. هاوليك دوك بعد ما كملت لصقت كامل الصابلي تاعي، هاوليك اني درت له كاع من الحواف كونفيتور، من بعد رمدته في كاوكاو حمصته ورحيته هكذا شويه خشين، دوك رايحه ندير لها التزيين بالشوكولا. هكذا نحكم حبة حطها هكذا في طبسي، راني ذوبت الشوكولا في حمام مائي، شوكولا بيضاء راح نطليها بالشوكولا بيضاء، وعندي شوكولا سوداء باش نزين بها. بسم الله عليك، نرفدو هكذا بالمغرف، نحطو هكذا كمية تاع الشوكولا، نمشيها هكذا غير بالعقل بالمغرف برك هكذا باش ما نخسروش الديكور تاع الكاطو تاعنا هكذا، هكذا غير نهزها شويه برك بالشوكولا هذه السوداء. رايحه ندير خطوط دائريه هكذا،
هذا الشكل، نحكم كوردون هكذا، نجيب ماد الطرف للوسط هاك، ودير رانا درنا تزيين ما شاء الله للصابلي تاعنا. من بعد بالعقاش، اي عقاش اي حاجه تكون عندكم للتزيين، كاين هذو، كاين هذا العقاش ثاني صغير هوليك، هذا نقدروا ثاني نزينوا بهذا. دوك نزين لكم حبه بهذا العقاش الصغير. الشوكولا دائما لازم نخلوها هكذاك في حمام مائي باش ما تبردلناش. دوك نزيد حبه معاكم هوليك، نديرو هكذا الشوكولا، نمشيها هكذا حتى نغطي كاع الحبه هكذا بهذه الطريقه. هكذا نهزها غير شويه باش تعطيني شكل جميل للحبه هكذا. وبواسطه بهذا لابوشادوين ندير هكذا خطوط دائريه بهذا الشكل. ومقبل ما تيبس الشوكولا هكذا بواسطه كوردون، مره على مره نمسحوه باش تجينا شكل الحبه مليح وشباب هكذا. دوك بالعقاش نخيروا اي لون، اي لون حبيناه، كاين في الازرق، كاين في الموف، كاين كل الالوان، اللون اللي تخيروه ديروه هاوليك. ديروا حبه هكذا في الوسط للتزيين، يعني يعطينا شكل اجمل للحبه هاوليك. انا رايحه نكمل بهذه الطريقه، من بعد نولي لكم ان شاء الله. هاوليك دوك الصابلي تاعي بعد ما كملت التزيين تاعو، انا رايحه نخلي الشوكولا حتى تنشف، من بعد نولي لكم باش تشوفوا في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك دوك بعد ما كملت التزيين تاع الصابلي جا في الشكل رائع والذوق جاء اروع. صدقوني صابلي ما شاء الله، جربوه بهذه الطريقه اكيد ما راحينش تندموا، لانه فعلا صابلي يستحق التجربه. جاء خفيف بسم الله كما راكم تشوفون، نقسم معاكم حبه هاولي كيفاش يجي ما شاء الله، وخفيف وطري. شوفوا الطراوة تاعو كيفاش يجي، يعني ما شاء الله. جربوه أخواتي في هذا العيد، لأنه فعلا كما قلت لكم صابلي يستحق التجربة ويستحق أنه يتحط على مائدة العيد إن شاء الله. كما شفتوا الحبة جات ما شاء الله يعني كبيرة، والميتين وخمسين غرام اللي دارت لي 35 حبة، يعني ما شاء الله حلوة تجي زاكية. ما تنسونيش أخواتي بلي جام لا فيديو، وأبوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، وإلى الملتقى مع فيديو آخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.